لمد جسور التواصل بين الجمعيات وتحفيزها على تجويد مخرجاتها، أطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة وبالتعاون مع جمعية مسرح كيف ملتقى الجمعيات الثقافية التعاونية بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية وممثل الجمعيات والجهات الحكومية المعنية. نبغى نكون للقطاع التعاوني، خليني أقول، دور في هذا النمو الثقافي اللي قاعد يشهده، والحراك الثقافي اللي قاعد تشهد المملكة العربية السعودية بإذن الله. اللي شفناه اليوم واللي ناقشناه اليوم مع الزملاء هنا يبشر إن شاء الله بقصص نجاح، خليني أقول، لتعاونيات ثقافية قريبا بحول الله. طبعا اليوم احنا لما نجي نتكلم اليوم عن التصريح اليوم بتوجيهات معالي الوزير ومعالي النائب، واللي يمكن تضغط علينا احنا العاملين في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية أكثر من غيرنا، أصبحت 14 يوم عمل اليوم تأخذ استخراج التصريح عند اكتمال جميع المسوغات والأوراق اللي بالنسبة لنا اللي موجودة والطلبات، بعد ما كانت تأخذ يمكن من بعض الزملاء أشهر قليلة. طموحنا إن شاء الله خلال السنة الجاية أنه يكون 3 أيام بإذن الله لاستخراج تصريح التعاونية بإذن الله. اليوم يوم استثنائي، يوم له ما بعده من النجاحات للجمعيات الثقافية بقيادة وزارة الثقافة، نطمح إلى الكثير الكثير من المنجزات في مشهدنا الثقافي. تم خلال الملتقى عرض فيلم عن جمعية الثقافة والفنون، ثم عرضاً مرئياً عن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومستقبل الجمعيات التعاونية بشكل عام، ووقعت العديد من مذكرات التفاهم بين الجمعيات وبعض الجهات الداعمة. حقيقة هدف التواجد بحث فرصة للجهات الخيرية، لأنه سمعنا في تنظيمات جديدة وأسلوب رائع في عمل الآلية لاستخراج الرخصة. سمعنا شيء مفرح، بدل التعقيد اللي كان إلى 5 سنوات صار اليوم في 14 يوم عمل. أهم نقطة سمعتها التركيز على التوظيف، وإحنا من خلالكم ننادي ونطلب من الأخوان إنه الجهات المستضعفة، المعاقين، الأرامل، المطلقات، أبناء السجناء، إنهم يكون هذا المستهدف في التوظيف، لأنهم أكثر الجهات عوزاً. اختتم الملتقى بجلسة حوارية مع مدير الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، طرح الحضور من خلالها استفساراتهم والمعوقات التي تواجههم وسبل حلها. لقناة اقرأ، أحمد الشبيلي، جدة.